عندي قصة هم راح أشوفكم إياها من مآسي هذا الزمن الأغبر. طبعا أغبر عندما يحكم به غبران ويحكم به غمان. حيدر الموسوي يقول: أنا سيد من كربلاء، والد شهد وتبارك الله يرحمهن، اللي وقع عليه انسياج المدرسة قبل سنة ونص. شوفوا ذاك وقع بالمنهول، ذني طاح عليه انسياج. وأريد أوصل لحضرتك أخي الله يحفظك بحق محمد وآلي محمد. ويكون المهم عندي موضوع ومشكلة، هاي القصة في وقتها ظهرت، انطوني صورة الإيميل مالته الماسنجر مالته يا شباب. هاي وحدة من بناته، أكو وحدة من الصور أنا يمكن ما لحقت أخليها، لأنه والله اليوم أنا كان عندي ضغط عمل وإجيت للاستوديو. هذه حيدر الموسى، بس انطوني حيدر الموسى وأسولف وياه. سيد حيدر، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ نجم المحترم، حياك الله. شنو قضية شهد وتبارك الله يرحمهن، وشلون طاح عليهن السياج؟ احكي لي بالله هاي القصة. إن شاء الله. طبعا أولا أشكرك أستاذ نجم الصوت المحترم، وأشكر قناتكم الموقرة. الله يسلمك. الله يحفظكم. على مود أدخل بالموضوع، لا أخذ من وقتكم، وقتكم ثمين. تفضل. موضوع شهد وتبارك الله يرحمهن، احنا اول مره اشقد اعمارهن يا ابو تبارك؟ الشهوده الله يرحمها عمرها 11 سنه، وتبارك الله يرحمها 10 سنين الله يرحمهن. الله يرحمهن برحمته. رحم الله والديك. فاحنا هسه المتعارف يعني كله يكون المدرسه هي المأوى الامن للاطفال. يعني إذا صار مثلاً إعصار أو أمطار أو حريق أو إلى آخره، أو خطف بالشارع، المدرسة هي تكون المأوى الأمين للمدرسة. فبيوم الاثنين، يوم 29/4/2019 صار إعصار مر محافظة كربلاء. عاصفة ترابية. أنا قلت تهنى هوية. هاوية، نعم، بس هاوية جدا عالية. هاي الهاوية اجت خاصة السيد حيدر، والحمد لله والشكر. اي، فالمديرة اجتهدت يعني من جنابها، اجتهدت انه تطلع شهد وتبارك، تطلعهم من المدرسة بدل ما يكون بالمدرسة يحتمون، طلعتهم برا. فمن طلعوا برا اشتد الاعصار، فذن جهال خافا، فرجع للمدرسة دقن الباب، المديرة ما فتحت الباب، ولا الحارس الأمني ولا الفراشة مالت المدرسة. فخطي اضطرا انه يحتمن بالسياج. السياج طلع يعني هو من 2009 مبلغين به انه هاي سقوط، فاحتمن بالسياج. مجرد اجت الهاوية وعلينا مهتم بالمكان هذا. هاي بالنسبة لوفاة شهد وتبارك. اما ما بعد وفاة شهد وتبارك استاذ نجم المحترم، انه انا يعني قبل ما تروح إلى هذه التفصيلة أسألك سؤال. نعم. المديرة لما طلعت الله يرحمها شهد وتبارك، بس هن طلعتهم من المدرسة لو كل الطلاب؟ لا لا لا، طلعت فقط شعبة شهد وشعبة تبارك. أكو ضحايا يعني غير شهد وتبارك لو بس هن؟ لا، بس شهد وتبارك يعني دخلوا رحمة الله على والديك. فقط شهد وتبارك. أي. زين. اللي لفت نظري استاذ نجيب، انا طبعا 3 اشهر انا طبعا ميت بس اتنفس طبعا. المهم نتعبات يمهن بالمقبره، ورجعت من بعد الثلاث اشهر العالم يعني اكلت وجهي، قالت يعني ابتدى يعني عندك اعتراض على حكم الله وما اعرف شلون من هالجانب هذا. فمن رجعت لقيت الامور متغيره استاذ نجيب. شلون؟ انه مثلا اذا تسمح لي انا احكي بالاسماء استاذ نجم. اي تفضل. مثلا عندنا كانت اكو عضوه مجلس محافظه اسمها جنان الوزني. أي. انه متكفله بالقضيه وملتزمه المديره. عندنا ست وسن بيت من بيت ابو طحين، هاي مشرفه تربويه تصير بتخال المديره، اثرت بحكم علاقتها على المشرف التربوي اللي هو جواد نصر الله، وعلى المشرف الاخر فاضل الاعرجي زين، وعلى مدير نقابة المعلمين زين اللي هو خالد مرعي.
مؤهلين ست ندى لإدارة المدرسة في حين هي ما عدا خدمة 3 سنوات. ما عدا خدمة 3 سنوات. المديرة مالت اللي بيها المدرسة اللي بيها بناتك. نعم، اللي هي اسمها ندى حسين حمزة، ما عدا خدمة 3 سنوات، صاعدة بالإدارة مدرسة ما مؤهلة بالحيثيات. هسا هذا أنا مو موضوعي، هسا مؤهلة نعم. ما مؤهلة مو موضوعي. الآن فتح مجلس تحقيقي من قبل التربية، من قبل المحافظة، منو سوى مجلس تحقيق يا سيد؟ وحق ربك ما حد فتح مجلس تحقيق من التربية نهائيا. التربية من اشتد الوطيس كلش وقمت أداعب بحقهن وأشتكي وأروح لجهات مختصة، التربية وجهت عقوبة واللي وفاء ذن اثنين للمديرة بعقوبة الإنذار، قالوا لها انذار عليك، هذا لا تكرر هذا الموضوع مرة ثانية ترى نعاقبك. تلاحظ لوين وصل الاستهتار والاستهزاء بدم البنات؟ زين، ليش؟ ليكون مثلا عندها مثلا حكم علاقات وشي بالمحافظه، هاي من جانب. استاذ نجم، قلت لك بعد ما رجعت انا من ايام اللي كنت ابات بها بالمقبره، تفاجات بتليفون اجاني، طبعا التليفون عندي، تفاجات بتليفون يقول لي انا اسمي دكتور موفق جاء اخابرك من وزاره الشباب والرياضه. زين، قلت له شنو المطلوب؟ قال المطلوب جايات مبلغ تعويض اللي هو 10 ملايين تروح تستلمه من وليد تركي. فمن رحت استاذ لدارة الشباب والرياضة لقيتهم ناصبين لي كمين استفزازي، يدرون بي يعني اب وفاقد بنات، اقل واحد يحاكيني افقد اعصابي. وام شهد، ام شهد طبعا بها حاله نفسيه وعندها فد 3-4 امراض مزمنه صارت بسبب الصدمه على بناتها. المهم، فمن دخلت للدائره يستهزئون بدم شهد وتبارك، يا معواد انت رجال. اي دائره؟ دائرة الشباب والرياضة مال كربلة. اي، لان السياج اللي واقع على بناتي تابع لهاي الدائرة. اي، هو بصف ملاصق للمدرسة. يعني شنو يستهزئون بيك؟ يعني ليش يسوون وياك هيك من لا شيء؟ لا، لشيء. انا اقول لك شنو الشيء، انا مقيم الدعوة. اي، منقم الدعوة، فالدعوة يدانون بها 6 أشخاص، المديرة واثنين مدرسات ومهندس ثلاث مهندسين اللي منفذين السياج. فهم حاولوا أن يغروني ماديا، قلت لهم أبد، موضوع البنات خط أحمر. منو حاول يغريك ماديا؟ هم يا هم. جاني خالد مرعي قال لي أعطيك 20 مليون وتنازل. كله موثق عندي استاذ نجم، او تحب احضر يمك بالقناه لو تصير مو بعمان، كفيلك الله، لو بالصين اجيك. كله موثق عندي بالورق، كله بالورق عندي. زين، اجاني قال لنطيك 20 مليون وتتنازل. قلت له عمو اطلع من الموضوع اترجاك. اي زين، وعرضوا علي عروض اخرى، عرضوا علي عروض اخرى، فما صار يعني توافق بينها، فكادوا لي هذه المفيده استاذ. زين، دخلت للدائره مال الشباب والرياضه، استهزأوا بدم شهد وتبارك، فاني ابوهن، مستحيل اخلي احد يستهزئ بهن. فرديتهم رد، انا اب، رديتهم برد عصبي بالكلام، فقاموا علي دعوه بان انا متهجم على دائره حكوميه وعلى موظفين اثناء الدوام. استاذ نجم المحترم، انت اخوي وتاج راسي، اذا القانون ينفذ بس علي، ينفذ القانون بحذافيره بس علي بان الاعتداء صار على موظفين اثناء دوامهم الرسمي ويطبق عليه القانون، اذا شهد وتبارك طلع قبل نهايه الدوام الرسمي بنص ساعه مطلعتني المديره. زين، فساوموني مساومه، تتنازل عن هاي الدعوه، تتنازل عن هاي الدعوه. زين استاذ نجم، انا عندي مشوار طويل داعب حق شهد وتبارك. هذا ورا وفاه البنات، مش قد هذا الحكي. هذا الحكي ورا وفاه البنات بثلاث اشهر. الان هم يعني الان يساومونك، لو تاخذ فلوس وتسكت، لو نسوي لك دعوه قبال دعوه. سووا لي دعوه مقابل دعوه. زين، اللي سوى الدعوه مقابل دعوه وليد تركي اللي هو مدير الشباب والرياضه مال كربلاء. زين، السيد المعالي وين؟ السيد وزير الشباب والرياضه يدري بالتفاصيل المعالي؟ السيد وزير الشباب والرياضه، طبعا مع الاسف اقول على السيد، لان انا رجل قلت لك ما اخاف ولا، بس من رب اللي خلقني وما عندي شيء بعد اخسره. قال لي انت ليش تتهمنا؟ طبعا هو اسمه احمد رياض العبيدي او الزبيدي، ما اتذكره. من هذا؟ وزير الشباب والرياضه اللي قبل عدنان درجال. اي، هذا الوليد جابوه من تركيا، جابوه الوليدات من تركيا، وجاب الدب من ذيله. اي بالضبط. هذا خابرني تليفونيا، قال لي انت ليش تتهمنا بقتل بناتك؟ قلت له اخي انت وزير،
وانا عندي يعني اعز ما يملك الانسان هو ظنان. انا زين من عندي وباقي عاقل، زين من عندي وما اصير مجرم، زين من عندي وما مرتكب. اختصر لي، انا ما عندي وقت سيد. زين، فقال لي انا ما يعني ما لي علاقه بموضوع بناتك، بس اذا ارد اعوضك 500 الف دينار. فقلت له انا ما محتاج الموضوع المادي بقدر ما محتاج انه اطغي على الافات اللي ممكن ان راح ينقتل بعد شهد وتبارك بسبب اهمالكم، بسبب يعني استهزاءكم. الوزير الحالي يا ابو تبارك، الوزير الحالي ما التقيت به مره واحده بكربلاء عن طريق الصدفه، وكان حكي يعني عدنان درجال غير تقصده. اي والله يعني على راسي بعد كل من الله يخلقه بطريقته بلباقته بالكلام، يعني استاذ عدنان درجال كان كلاعب اسم لامع، بس كوزير ما اعتقد يعني يقدر يدير هاي. اسراء تسمعيني يا اسراء، سجل يمك هذا التليفون مال السيد، والليله انا اخابر المعالي. خويا عدنان درجال، انت لو ابن العراق مثل ما مثلته، وحتى اخابرك واحكي وياك لو انت وزير، لان هنا أنا غير شكل. هذه حقوق ناس. النوب اكو مثل عندها انه يقول فوق ما كتلك السبع وجرك على الشوك، فوق ما اهمال، فوق ما تقصير، قسم فوق بذات الله ما بناته واقعات، الشسمه يساومه ب 20 مليون وذاك يساومه بدعوه. والله انتم اذا كنتم قد وجدتم من يحميكم فوالله لافضحنكم واحدا واحدا. لان هو العمر ايش قد يطول، البشر ايش قد يطول، ايش قد يريد يعيش امه اذا ما يعيش بكرامه. سيد اختصر، أيوة عندي هواي شغل. الله يحفظك، بس اخذ وقتك دقيقه واحده. اتمنى صوتي يوصل الى رئيس الوزراء انه انا سيد حيدر والد شهد وتبارك بسبب وفاه بناتي تعرضت لست محاولات اغتيال. وذن هاي سيارتي موجوده برا مضروبه 6 طلقات، وبيتي مضروبه 3 طلقات. ليش ومره لحقتني لكون اداعي بحق شهد وتبارك، ودنت الجهات هاي متنفذه بمحافظه كربلاء ومسنوده من مرشحين. يعني وليد تركي مثلا مدير شباب الرياضه ممكن ان يهيئ فرق ان تنتخب زيد من الناس. فاني اب ماشي. وانا عسكري بذاك الجيش، فتحريت وتجسست بمنتهى السريه الى ان وصلت للي اريده، وكل عدي موثق استاذ نجيب. انت بموجب القانون ها مهما تكون نعم. هنالك فوضى، يبقى هنالك قانون، وفوق القانون قانون ربك نعم. والضمير نعم، وان شاء نعم. الله دمهن ما يضيع. انا اشكرك يا ابو ان تبارك، شاء الله تليفوني يمك واتواصل.